بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ معكم سلسلة تجارب كيمياء على الهواء. الفكرة من هذه التجارب نحن نستخدم أدوات بسيطة ممكن نحن نحصل عليها من البقالة أو من الصيدلية بأسعار بسيطة جدا ونقدم هالتجارب. تجربتنا قبل هذا اليوم يجاوب على سؤال: لماذا لا نشرب الشاي مباشرة بعد أكل الأطعمة، خصوصا الأطعمة الحمراء واللحوم الحمراء والحشائش الخضراء؟ وهذا بسبب ان اللحوم الحمراء تحتوي على الحديد. الحديد مكون مهم في صناعه هيموجلوبين الدم، ولذلك مثلا نتعرض لحادث او امراه حامل بعد الولاده يعطوها حبوب مشابهه الى هذه الحبوب حقت الحديد، فاحنا نستخدمها. راح نشوف وش اللي يصير لما احنا نحط هذا الحديد ونعرضه الى الشاي، وش اللي يصير فيه، وش اللي يصير في داخل دمنا. هذه هي التجربة الأساسية، وبنعرف ليش إحنا ما نستخدمه. بنستعرض الآن مواد التجارب حقنا. عندنا حليب، صحن بلاستيكي، عندنا عصير. ما أخذنا هذا العصير لأنه مكتوب عليه يحتوي على فيتامين سي، لا لشيء آخر. فيتامين سي موجود في البرتقال، موجود في الطماطم بشكل أكبر، ولكن إحنا محتاجين إلى مادة تكون شفافة نسبيا بحيث أنها ما تأثر على الألوان. أخذنا أيضا فورمين. الفورمين هذا يحتوي على كبريتات الحديد، إنه مشابه لما يتفكك إلى الحديد الموجود في الدم، لكن مو باللون الأحمر. هذا الغطاء مشابه لهذا الموجود عندي الأبيض بعد ما نفكه. إحنا نأخذه، وأنا أستخدم عادة نفس الغرشة عشان أطحنه. وهذه القارورة. طيب، وفي عندنا طبعا ماء دافي عشان نصلح منه الشاي وملعقة تدوية. راح ناخذ الشاي، نسوي لنا شاي، شاي عادي تماما. راح نضاربكم اللون الآن، هذا لون الشاي، راح أحطه على جنب. وهذا الحديد اللي احنا تأكينا وطحنينا نقدر نضيف له الماء بيعطينا نتيجة. حتى بدون ما نضيف الماء مباشرة راح نحط عليه الشاي، ولاحظ اللون تغير مباشرة اللون إلى الأسود. هذا اللون الأسود هو في الحقيقة غلاف. بعد الشاي الآن يتجمع حول الحديد، يتجمع حول الحديد لو تلاحظ، وغير لون الحديد فقط إلى الأسود. لاحظ هذه كلها بني، فقط نقطة الحديد تتحول إلى سودا، قاعد يغلفها الشاي. هذا اللي يصير في داخل جسمنا بالضبط. ولذلك لما يكون الشاي موجود بعد المواد اللي تحتوي على الحديد زي الحشائش الخضراء واللحوم الحمراء، ما نقدر احنا نمتص الحديد لانه مغلف بالشاي. فلذلك المفروض ان احنا على الاقل نشرب الشاي بعد ساعة، ما نشرب مباشرة. لكن في حل عشان نفك هذا الغلاف، هي المادة اللي احنا نستخدمها لمساعدة، يستخدمها الجسم ليساعد على امتصاص الحديد، وهي مادة فيتامين سي زي الموجودة في هذا العصير. راح نشوف. طبعا لو انت شربتها بدون ما تشرب الشاي راح يمتص الجسم الحديد بشكل سريع، لكن اذا شربتها بعد الشاي راح نستهلكها في التالي. لاحظوا اياه اللون الاسود، مجرد ما ينزل فيتامين سي على اللون الاسود يبدا يفكك الاغلفة، وكل ما زدنا من كمية المادة الصفراء تلاحظ تلقائيا ان اللون الاسود بدا يتحلل، واللون الاسود المفروض انه اقوى من اللون الاصفر. راح نحط اكثر، وزي ما لاحظتوا هنا يبدا الحبيبات نفسها حتى تدوب في داخل العصير، تبدا الحبيبات تتفكك وتدوب واللون الاسود كله يختفي. اذا احنا المفروض ما نشرب الشاي مباشرة بعد الاطعمة، ولو شربنا نستخدم العصير، ولو شربنا الشاي مباشرة ولازم نشرب بعده عصير عشان نفك الغلاف. في مادة سيئة جدا نحن نتناولها مع اللحوم، مع ان هذه المادة هي مفيدة جدا، لكن بدون ما نحن نتناولها مع اللحوم. هذه المادة هي الحليب. ليش الحليب؟ عشان الحليب فيه كالسيوم. الكالسيوم يعمل عمل معاكس تماما لعمل فيتامين سي. الكالسيوم يعمل على تقليل الامتصاص، يعني اللي يروح ياخذ له همبرجر ويحط فيه جبن فهذا
بقلل من قيمتها، ما بيساعد من قيمتها، بقلل من قيمتها في امتصاص الحديد. اللي بياكل شاورما وياها شاي الحليب فهذا بيعمل عمليه مضاعفه ثلاثيه، انه ما ممكن ان الحديد راح الشاي راح يغلف جزء من الحديد، ولو كان في جزء ثاني فالحليب راح يمنع او يحاول يثبط عمليه امتصاصه. كان معكم بائد الجشي معد منفذ هذه التجربه، من ورائي كان الاستاذ فهمي السلطان، وان شاء الله راح نلتقي معاكم بتجارب ثانيه سهله تقدر تاخذ موادها من بقالة الصيدلية وتقدر تسويها في أي مكان.